تسبب انقلاب حافلة تقل طالبات بإحدى الروضات في محافظة محاي العسير في 9 إصابات، ونقلت فرق الإسعاف 7 حالات إلى مستشفى محاي العام، وحالتين نقلتا عن طريق جهات أخرى مشاركة في الحادث. وكانت 4 فرق إسعافية باشرت الحادث وتعاملت مع الحالات المصابة في الموقع. للحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري. أهلا بك محمد معنا، يعني بداية، ما هي طبيعة هذه الإصابات التي وقعت نتيجة الحادث في محاي العسير؟ الله يحييك يا أخوي، أرحب فيك وأرحب بالمشاهدين والمشاهدات. في البداية أود أن أطمئن على أسر المصابين بأن علما أن جميع الإصابات حالته مستقرة. الحادث عبارة عن تصادم وانقلاب بين سيارتين من نوع هيلوكس وباص لطالبات في المرحلة الروضة الساعة 1:09 ظهرا في محافظة محاي العسير. على الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية، تبين أن في الموقع 9 إصابات جميعها بسيطة. أغلب الإصابات طلاب وطالبات من مرحلة الروضة، إضافة إلى السائقين للإطراف، سائق الهيلوكس وسائق الباص. تم نقل 7 إصابات عن طريق الفرق الإسعافية من مستشفى محاي العام، وحالتين نقلت عن طريق الجهات الأخرى المشاركة في الحادث. علما أن زمن الاستجابة 7 دقائق فقط. كم أعداد الطلاب والطالبات المصابين؟ أغلبهم كلهم إصابات، 9 إصابات اللي في الموقع. إصاباتهم كلها بسيطة، قدمت لهم الخدمة الإسعافية في الموقع وتم نقلهم لمستشفى محاي العام. طيب كيف تعاملتم مع الحادثة بالتواصل مع جهات أخرى؟ في عمليات مركزية يتم نقل البلاغ لعمليات الهلال الأحمر، لعمليات الجهات الأخرى مشاركة مثل وزارة الصحة إذا استدعى الأمر. طيب شكرا جزيلا لك، كنت معنا المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري، أشكرك.